السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي قناة أجيال أندلس. النهاردة التعليم بتعلن أهم الشروط للقبول في المدارس الفنية المتقدمة تكنولوجيا الطاقة النووية. كتير جدا بيبحث عن الحاجات دي، فلما اتصلت بالأستاذة الفاضلة أميرة السمان، طبعا دي صحفية شغالة طبعا في الديار، فبعتت الخبر جميل جدا. الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني قال لك الوزارة قامت بفتح باب التقدم لقبول الطلاب المدارس الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية. أضاف نائب الوزير خلال مداخلة هاتفية ببعض البرامج منها صلة التحرير المذاعة على قناة صلة الباب، قال لك الالتحاق بهذه المدرسة لها شروط، منها أن يكون الطالب، ركز بقى في الحتة دي بقى، حاصل على 262 في الشهادة الإعدادية، يعني أقل من المجموع الكلي ب 18 درجة. وقال لك الطلاب يتم اختيارهم بناء على تميزهم في مواد الرياضيات، مواد الرياضة، ويتم اختيار الطالب لتميزه وذكائه، ويكون في نهاية الاختبارات لقاء مع الطالب طبعا. نائب الوزير اوضح ان في اقبال كبير جدا للطلاب للالتحاق بتلك المدارس، ولكن يتم اختيار اعداد قليله، وبيأكد انه تم وضع ماده في الدستور عام 2014 بتنص على الاهتمام بالتعليم الفني عشان نقدر نلبي احتياجات السوق المحليه، وده وجهه نظري برضو ان دول العالم كلها اتطورت بسبب التعليم الفني. تابع برضو النائب الوزير قال لك تم بناء على العديد من المدارس التكنولوجيه الفنيه، وعمل شراكه مع مؤسسات الدوله والقطاع الخاص ودول في شرق اسيا، حققوا خلالها نهضه صناعيه كبيره جدا عقب اهتمامهم وتركيزهم على التعليم الفني. برضه نوه بضروره ان يلبي الخريجون احتياجات السوق للعمل، وان تكون جوده التعليم الفني طبعا لها نظير لمعايير الجوده، ومعايير الجوده لازم تكون بدقه تعاير المعايير الدوليه في البلاد كلها عشان يبقى في نهضه عندنا. تمام؟ ده بالنسبه لاهم شروط التقديم القبول في المدارس الفنيه المتقدمه تكنولوجيا الطاقه النووية. اي جديد ان شاء الله هنكون معاكم اول باول من مصادرنا الرسميه في وزاره التربيه والتعليم، ومن اي مكان كل خبرنا اكيد وجديد. انتظرونا في كل جديد واكيد، وبنقدم الشكر للاستاذه الفاضله اميره السمان. في امان الله.